تبون أعطيكم سؤال صعب جدا إجابته على الرغم من بساطته؟ السؤال يقول: أنت منو؟ أنت منو؟ سؤال حيل بسيط، بس إذا تبون تجاوبونه صح ترى إجابته ما هي سهلة، ما هي بسيطة. أنا مو هذا الجسد، وأنا مو هذا العقل، وأنا مو إنجازاتي، وأنا مو هواياتي، وأنا مو اسمي، وأنا مو فلوسي ولا منصبي ولا شركاتي. أنا منو ما أدري. شلون أتكلم عن نفسي وأقول لكم أنا منو؟ ليها اليوم ما أعرف بكل صراحة. بس آخر كم أسبوع في موضوع شوي كان شغل بالي، ما أدري ليش أحس بأنه الإنسان ما هو إلا ذكريات. يعني لو راح أجاوب على هالسؤال الآن أعتقد إجابتي راح تكون أنا ذكرياتي، غير هالشيء هذا ما عندي. أنا لا شيء، أنا لست هذا الجسد وأنا لست هذا العقل، أنا فقط ذكرياتي. أعتقد بأن هذه إجابتي على الأقل في الوقت الراهن، في الوقت الحالي. علشان كذي خلوني أشارك معاكم واحدة من ذكريات اللي لو راح أتكلم عنها من اليوم إلى السنة الجاية إيش كثر هي تعني لي وإيش كثر هي شيء عظيم في حياتي ما راح أوفيها حقها. في سنة من السنين في أمريكا قررت إني نوعا ما أتطوع، أنا أعزف بيانو. فبيوم من الأيام تعشيت في مطعم في أمريكا، وفي المطعم لقيت فيه بيانو. فبعد مرور كم يوم قلت خل أستغل وقتي بشيء مفيد وأروح أعزف في هذا المطعم، منها أنا أستانس ومنها أونس الناس. وبالفعل بعدها بكم يوم رحت وكلمت صاحب هذا المطعم وقلت له بأن أنا حاب أن أجيكم وأعزف عندكم مرة بالأسبوع، مرة كل أسبوعين من غير مقابل، بس أبي وأعزف. كان أقول absolutely، يا حياك الله. بالفعل بعدها بكم يوم من حديثي أنا وصاحب المطعم رحت وعزفت عندهم. اللي صار حزتها وليلتها واحدة من أجمل الذكريات ومن أغواها وأقربها إلى قلبي. شو اللي صار؟ قبل ما أبلش العزف كانوا حاطين قوطي حق البقشيش، تبجر على البيانو. فقبل ما أعزف خذيت الجار هذه أو التب هذا وحطيته بعيد أساس أنه لحدي ويعطيني بقشيش، ما أبي. ولكن وأنا قاعد أعزف جت لي بنية عمرها ما يتعدى 5-6 سنين بالكثير، للحين أذكرها أذكر كثر كانت عصلة مسكينة وقصيرة وصغيرة كذي، شيء كيوت كان. فوأنا قاعد أعزف وشاد حيل وداش جو لقيت هالمخلوق الصغير هذا قاعد يصوبي. شنو عطاني؟ عطاني هالشيء هذا، عطاني هالدولار. الدولار هذا اليوم يساوي 300 فلس، زين 300 فلس، فحق وايد ناس 300 فلس ولا شيء، شو تسوي فيها؟ لكن لو راح اقول لكم من اليوم ليه لمن يخلص الميموري مال تليفوني ايش كثر هال 300 فلس او الدولار يعني لي، ما راح اوفي حقه. هالشيء هذا وايد غالي على قلبي. ليش؟ لأن البنية اللي جت وعطتني إياه أول شيء قالته I love the way you play، وايد أحب عزفك. قلت لها thank you so much، شكرا جزيلا. خليت منها الدولار بست راسها وراحت قعدت مع أهلها. فبمجرد اللحظة هذه وحصولها أنا بالنسبة لي كان شيء جدا كبير، لكن اللي صار بعدها خلى هذه الذكرى أكبر وأكبر وخلى قيمة هذا الدولار أعمق وأعمق. ليش؟ لأن عقب ما خلصت عزف
البنت وأهلها خلصوا أكل، أبوها يالي فسلم علي thank you so much، عصبك وايد حلو واستأنسنا. وللعلم البنت أصرت أنها تي وتعطيك هذا الدولار من مصروفها، البنية عمرها 5 سنين 6 سنين بالكثير، أعطتني هذا الدولار من مصروفها الخاص. قيمة هذا الدولار اللي بلشت دولار 30 فلس عقب ما أعطتني على البنية الصغيرة أنها قالت أنها حبت عسفي صار ما يتقيم. ولما عرفت بأن هذا الدولار من مصروفها الخاص وليس من أهلها خذته وعطتني إياه، قيمته صارت عظيمة جدا وذكرى صارت عظيمة جدا. كل ما أشوف دولار أتذكره، وكل ما أشوف بيان أتذكره. هذا أحد الأشياء اللي صار في حياتي واللي أتمنى في يوم من الأيام ما أنساه، لأن كل ما أتذكره أبتسم لا شعوريا وأحس بحب وأحس بتقدير ما لهم قيمة، مو بدولار مو 300 فلس، شيء وايد أعظم من قيمة فلوس. فأنا لا شيء سوى ذكريات، أنا ماني جسد وأنا ماني عقل، أنا ذكريات، وهذا الدولار أحد ذكرياتي.